قبل الكلمة خلينا مرة أخرى نهدئ نفوسنا أمام الرب. كم نعظمك ونشكرك يا ربنا يسوع من أجل شخصك، من أجل حبك، من أجل اللي عملته بحياتنا. أنت اللي فتحت عيونا، أنت اللي خلصتنا وعطيتنا الحياة الأبدية. نشكرك من أجل هذا الامتياز العظيم أن نفتح الكلمة وأن نتأمل بالكلمة لكي نتغير من خلال الكلمة. بنقول لك يا رب مرة أخرى مع بطرس عبدك، يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. ألهب قلوبنا حبا بك كي نخرج من هذا المكان ونقول ألم يكن هو يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ ألم يكن قلبنا ملتهبا حبا بك؟ يا رب خلي هالكلمة يكون عندها تأثير بالروح القدس كي تكون فعالة فينا، وإلك المجد والكرامة إلى الأبد. آمين آمين. اليوم رح تكون القراءة من إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس، يوحنا 5. بعد هذا كان عيد اليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض عتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم أحمل سريرك وامشي. فحالا برأ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي أحمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك أحمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برأت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. أمين فأمين. نحن يا أحبة بالإنجيل الرابع، إنجيل ابن الله. والرب يسوع بالمقطع الأخير لقرينيه قال: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. بنشوف لاهوت الرب يسوع المسيح، هو الله المتجسد، هو الله الابن. قال أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. هيدا الإنجيل، الإنجيل الرابع، إنجيل ابن الله، هو إنجيل اللقاءات الفردية. رب يسوع بيختلي مع أفراد، وهيدي من أنجح وسائل الكرازة، إنك تختلي مع أفراد one on one وبتقدم له المسيح كالمخلص. بيوحنا 3 التقى مع نيقوديموس، لقاء فردي، الرب يسوع بس مع نيقوديموس. بيوحنا 4 التقى مع المرأة السامرية one on one. بيوحنا 5 التقى مع هيدا الإنسان الذي به مرض من 38 سنة. بيوحنا 8 التقى مع امرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، لقاء فردي.
وبيوحنا 9 التقى مع المولود أعمى وشفي. هيدا إنجيل اللقاءات الفردية اللي عم بحكي، لأن اليوم في عنا نشاط كرازي الرب يستخدم هيدا الأنشطة، بس حياتنا كل يوم يوم كرازي one on one، شخص لشخص. إذا عم تشتغل مع إنسان فيك تقدم له الرب يسوع المسيح كمخلص. أمين أمين. رب شفى هون الإنسان في يوم السبت، هو يوم راحة، ومظبوط إنه الله خلق الإنسان والخليقة واستراح في اليوم السابع، بس لما رجع سقط الإنسان بالخطية ابتدى الله يعمل من جديد، وقال الرب يسوع المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وراح الرب يسوع المسيح على الصليب تيعملنا أعظم عمل عمل بهيدا الكون، عندما قدم نفسه من أجلنا على الصليب لكي يصنع ويعمل الخليقة الجديدة. كيف لا يعمل المسيح والخطية أفسدت الإنسان، والخطية شوهت الإنسان، والخطية حطمت الإنسان، لهذا المسيح كان يعمل، لهذا المسيح شفه الإنسان في يوم السبت. شفنا مع بعض الأسبوع الماضي بيوحنا 4 كيف الرب يسوع شفى ابن خادم الملك، ورأينا مع بعض سلطان الرب يسوع على المسافة، واليوم بيوحنا 5 رح نشوف سلطان الرب على الزمن. بيوحنا 4 درسناها الأسبوع الماضي مع بعض، قال الرب يسوع المسيح لخادم الملك اذهب ابنك حي، قال كلمة. الرب يسوع كان وقف مع الإنسان مع خادم الملك بقانا الجليل، قال كلمة، وهيدي الكلمة سافرت كذا ميل من قانا الجليل إلى كفرنحوم، ووصلت لنفس الإنسان المريض وشفته فبرأ في الحال. سلطان الرب على المسافة. اليوم مع بعض يا أحبة رح نشوف سلطان الرب يسوع على الزمن. الرب لا ينسى. إنسان مريض معه مرض مزمن من 38 سنة، ولكن الرب يسوع المسيح لا ينسى. له سلطان على المسافات، وله سلطان أيضا على الزمن، والعبرة بأن الرب يسوع لا ينساك، ما بينساني ولا ينساك أنت أيضا. اليوم يا أحبة مثل ما شفتوا عم نحتفل بعيد الأم، وما في أجمل من الأم. الأم بتعلمنا عن المحبة، وبتعلمنا عن التضحية، وبتعلمنا أيضا كمان عن الشجاعة. وإذا بدك تعرف أكثر عن الأم ومحبة الأم وتضحية الأم وشجاعة الأم، طلع على صليب ربنا يسوع المسيح. لما كان الرب يسوع على الصليب، لما الأبطال هربوا، مكتوب كانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخته أمه ومريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. تلاميذ الأبطال راحوا، ما فيش غير يوحنا الحبيب تلميذ الذي كان يسوع يحبه واقفا عند الصليب، ومع أيضا الأمهات ومع أيضا النساء. محبة الأم هي صورة مصغرة عن محبة المسيح، لأن المسيح لما أحبنا، لما أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. وإذا أنت شاب أو أنت شابة أو أنت رجل أو امرأة أو عندك أم، ما تنسى اليوم أمك، أكرم أباك وأمك. مثل ما سمعنا في وصايا، بس أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية مع وعد، لكي تطول أيامك ويكون لكم خير على الأرض. بس بتقول شغلي، نحن بشر ونحن محدودين، أما الرب غير محدود. حتى مكتوب في الكتاب والكتاب المقدس يقول هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسون أما أنا فلا أنساك. بتقلي معقولة؟ بقلك إيه معقولة، حتى هؤلاء ينسون أما أنا لا أنساك. والرب يسوع لم ينسى هذا الإنسان المريض في بركة بيت حسدة لصله 38 سنة مقعد، واليوم رح نشوف ماذا عمل الرب يسوع معه وماذا نحن نتعلم من هيدا الأمر.
إنسان مريض مثل ما شفنا بالمقطع اللي أمامنا، إنسان مريض انتزعت منه القوة، انتزعت منه القوة تيستخدم الوسيلة الوحيدة التي بها يشفى، إنه يقوم وينزل على البركة وهكذا يبرأ من أي مرض اعتراه، لأنه من نزل أولا على البركة برأ من أي مرض اعتراه. وهيدا الإنسان انتزعت منه هالقوة كي ينزل أولا وينزل سريعا إلى مياه البركة وهكذا يشفى من المرض اللي هو فيه. وهيدي صورة للإنسان، صورة إلي وصورة إلك. بيقول الكتاب المقدس لأن المسيح اسكننا بعض ضعفاء، مات في الوقت المعين لأجل الفجار. كنا ضعفاء، يعني ما كان عنا القوة أن نقوم وأن نمجد الله، ما كان عنا القوة أن نسلك بما يرضي الله، لأن المسيح اسكننا بعض ضعفاء، مات في الوقت المعين لأجل الفجار. شخص ضعيف ما عنده قوة أن يقوم وينزل سريعا، ينزل عاجلا إلى مياه البركة لكي يشفى من المرض اللي هو فيه. كان عنده الإرادة بس ما عنده القوة، لأنه لما الرب يسوع إجا لعنده وذهب مباشرة لعنده قال له الرب يسوع أتريد أن تبرأ؟ بيقول له ليس لي إنسان، أنا بدي إيه بس ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء. ما كان عنده القوة، عنده الإرادة ولكن أعوزته القوة وأعوزته القدرة بأن ينزل. ولما أتى المسيح يا أحبة، لما إجا المسيح أحضر معه القوة، أحضر معه القوة لشفاء الإنسان. إجا الناموس، مشان هيك أهمية الناموس. امبارح كنا بالشبيبة نسألت سؤال، طب ليه في عهد قديم؟ العهد القديم مهم، أتى الناموس ولكن أتى بدون قوة، أتى يسوع المسيح ولكن أحضر معه القوة. إجا الناموس، والناموس مثل ما نحن دائما بنقول يعني العهد القديم أو الوصايا بالعهد القديم، مثل حكيم أو طبيب كشف أشعة، يكشف عن حالتي بس ما عنده القوة أن يخلصني من حالتي. بيقول لي طلعك في حكيم إكس رايز، بيقول لي فادي أنت مريض وأنت مصاب بمرض مميت وأجرة الخطية هي موت. بيقول له يا طبيب طب اشفيني، بيقول لي أنا ما عندي القوة أن أشفيك. بالناموس يا أحبة معرفة الخطية، بالناموس ما في قوة للخلاص، بالناموس فقط معرفة الخطية. أنت مريض دخيلك يا حكيم اشفيني، بيقول لي أنا ما عندي القوة، اذهب إلى الطبيب الشافي، اذهب إلى الرب يسوع المسيح القادر أن يشفيك لأظهر مرة عنا قضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. ما عند القوة الناموس، مشان هيك كان لابد من الناموس. ما تفكر أن العهد القديم مش مهم، ما عم بحكي عن النبوات اللي أكمل المسيح بالعهد الجديد، بس كان لابد من الناموس، الناموس يظهر حالتي وكيان الفاسد وبأنه أنا خاطئ وليس في أي قوة والله قدوس. وهكذا أشتاق إلى المسيح الذي ظهر في ملء الزمان، ظهر في ملء الزمان وعيش بيناتنا وفي الوقت المعين مثل ما قرينا، في الوقت المعين رفع على الصليب حاملا خطايانا. يا أحبة البعض انتقد ما عمل المسيح هون، انه كيف الرب يسوع بيشفي انسان في السبت. خليني اسال السؤال، كيف يستطيع المسيح ان يستريح حيث توجد الخطية؟ كيف يستريح المسيح حيث توجد التعاسة؟ كيف لا يعمل المسيح والإنسان محطم وفي إنسان مقعد من 38 سنة؟ كيف يستريح المسيح في يوم الراحة والبشرية محطمة تحت الخطية؟ مشان هيك قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. مختصر مفيد، العهد القديم بيقول لك عمول، نزال على البركة ونزال بسرعة وعجل، وإذا ما نزلت بسرعة ما بتشفى. العهد القديم افعل 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 هذا فتحيا، أما العهد الجديد مش افعل، أبي يعمل حتى الآن
وأنا أعمل. في العهد الجديد الله هو العامل فينا من خلال الرب يسوع المسيح. وإذا بدنا نلخص العهد القديم بكلمة أو بعبارة، افعل هذا فتحيا. طيب خلاصة العهد الجديد مش افعل، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص، فتخلص أنت وأهل بيتك. وهذا اللي بنشوفه بوضوح يا أحبة أمامنا، في بركة وفي ملاك. البركة والملاك مش من مستلزمات الناموس. البركة والملاك الموجودين، بركة بيت حسدة والملاك الذي كان ينزل أحياناً ويحرك الماء، مش من مستلزمات الفرائض اليهودية. هيدي صورة لمراحم الله، لأنه بيت حسدة معناتها بيت الرحمة. الله غني في الرحمة، وبنشوف صورة لمراحم الله التي انسكبت علينا في المسيح يسوع. نحن ببيت حسدة، ببيت الرحمة، والإنجيل بيعلمنا أنه الله اللي نحن بنعبده، الله هو غني في الرحمة، غني في الرحمة. ومن أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالذنوب والخطايا، أحيانا مع المسيح. وهنا خلينا نشوف سؤال هيدا الإنسان. يا سيد ما تنسوها، عبارة لقاله الإنسان هيدا المريض، يا سيد ليس لي إنسان. شخص حط كل رجائه وكل أميله بالإنسان وبالبركة وبالملك. حط أميله بالبركة بالأمور المادية، وحط أميله بملاك. بتقلي يا عمي هيدا الملاك هو كائن سماوي كائن روحي، بلك إيه، بس بما أنه كائن روحي ما تحط أمالك بالكائنات الروحية. مكتوب تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، وراء غير المسيح. حط أمالك في المسيح، حط أميله بالبركة بالأمور المادية اللي نحن بنمتلكها، حط أميله بالملاك، وحط أميله بالإنسان. ولكن لما أغلقت كل الأبواب بوجهه، ومنشوف نعمة الله المخلصة اللي ظهرت في المسيح يسوع، لما أغلقت كل الأبواب بوجهه إجا المسيح. والمسيح هو اللي إجا لعنده، والمسيح اللي قال له أتريد أن تبرأ، والمسيح اللي شفاه مش على أساس الناموس أن ينزل في البركة، بل على أساس النعمة. قم أحمل سريرك وامشي. ما تحط أميلك على الإنسان، ما تحط أميلك على الأمور المادية، ما تحط رجائك على الكائنات العظيمة. حط كل أمالك ورجائك على الرب يسوع. مهما طالت المسافة ومهما طال الزمن، فهو حتما سيأتي، وهو لا ينساك. وما ننسى هيدا الإنسان اللي أمامنا، له كل المجد. وهون رح توقف عند العبارة اللي أنا بحبها وصل سنين بتأثر فيي، لقال هيدا الشخص المقعد، قال له يا سيد ليس لي إنسان. الإنسان، أنا إنسان، الإنسان أناني، الإنسان بيفكر فيما لنفسه، الإنسان يطلب ما لنفسه. يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة. الإنسان أناني، ما حدا قال لي تفضل، ما حدا قال لي خد محلي، ما حدا قال لي وكبني في البركة. الإنسان أناني، يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة. وضل يقول هالعبارة، يا سيد ليس لي إنسان، حتى أتى الإنسان. بس الإنسان الثاني، الرب يسوع المسيح. الإنسان الثاني الرب من السماء، فجاء الإنسان الثاني الذي لا يطلب ما هو لنفسه، بل دائما وأبدا يطلب ما هو للآخرين، وقال له أتريد أن تبرأ. هون متعلم درس أن نتمثل بالإنسان مش الأول، الإنسان الثاني، ونكون مضحين أمام الآخرين. ما نطلب ما لأنفسنا، ولكن نطلب ما هو لراحة وسعادة أيضا الآخرين. مين اللي وجدوا لهالإنسان؟ هو الرب يسوع. رآه، شفاه، وبعدين مكتوب وجده. معلش هيدي تأمل، بس هيدي تشجيع لنا أنه نحن نطلع كمينا وراء الناس.
المسيح يسوع هو اللي وجد شفيه، ثم وجده أيضا في الهيكل. ليه؟ لأنه راعي، والراعي قلب الراعي دائما على الخراف، يذهب لأجل الخراف، تيحيمي عن الخراف. وهيدا اللي عمله مع المولود أعمى بيوحنا 9. بيوحنا 9 شفى المولود أعمى، بس هيدا المولود أعمى لما شفي، لأن كان مولود أعمى، حب المسيح وبلش يشهد عن المسيح ويقول أروع الكلمات: أنا بعرف شيء واحد، كنت أعمى والآن أبصر. ما انبسطوا اليهود بهذا الأمر وقاموا ضده وقعد يدافع عن المسيح مثل الأسد كان عم يدافع عن المسيح. وقف لليهود بالمرصاد مثل الأسد البطل عم يدافع عن المسيح. شو صار؟ فأخرجوه خارجا فوجده يسوع. لما أخرجوه خارجا مكتوب فوجده يسوع وقال له: أتؤمن بابن الله؟ يعني منظره للمولود أعمى قدام اليهود كالبطل كالأسد، بس مع الرب يسوع كان متضع منكسر، غير شخصية، متضع. قال له: أتؤمن بابن الله؟ قال له: من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له: قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. في كتير ناس بيقولون: وين قال المسيح أنا ابن الله؟ هيدي الآية. المسيح قال عن نفسه أنا ابن الله لما قال للمولود أعمى: أتؤمن بابن الله؟ فقال له: من هو يا سيد؟ فقال له: قد رأيته أنت والذي يتكلم معك هو هو. المسيح هو الراعي الصالح الذي يذهب لأجل الخراف. نحن مدعوين أيضا أن نذهب أيضا لأجل الخراف ونربحها للرب يسوع. إجا لعنده قال له: أتريد أن تبرأ؟ بليز عملوا دراسة عن كلمة أريد بحياة الرب يسوع المسيح. راح لعنده قال له: أتريد أن تبرأ؟ ومرة أخرى واحد إجا لعند الرب قال له: يا سيد، إن أردت أنت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه للأبرص وقال له: أريد، فطر. نحن أمام إرادة الله، إرادة الله الصالحة، إرادة كاملة، إرادة مرضية. هيدي إرادة الرب يسوع المسيح. أريد، هو يريد ما لخيرك، يريد ما لخيري. هيدا هدف الرب يسوع المسيح، خير الإنسان. مش بس خير بالنسبة لنا نحن المؤمنين المغسلين بدم يسوع المسيح، طلب لنا شيئا، أراد لنا شيئا أسمى، بده أنه نحن نشترك بأمجاده المتنوعة، أمجاده الأبدية. أيها الآب أريد، تخيلوا معي، أريد أن الذين أعطيتني، يوحنا 17، يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أنت أحببتني قبل إنشاء العالم. هيدا الشخص وهيدا هو الإله اللي لازم نحن نعبده. لم يطلب ما لنفسه، دائما كان يطلب ما هو لخيرنا ولبركة الإنسان، لأنه لما اشت الساعة أن يطلب شيء لنفسه أمام كأس الألام، قال: يكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت أيها الآب، ومضى إلى الصليب. هيدا المسيح يسوع الذي لا يطلب ما لنفسه بل يطلب ما هو لك وما هو لي. كان هيدا الشخص قبل ما أختم واقف أمام رب الملائكة، طبعا حط كل أماله على البركة وحط أماله على الملاك، بس كان واقف أمام الشخص العجيب اللي هو رب البركة ورب الملائكة، وما كان بحاجة الرب يسوع المسيح أنه هيدا الإنسان ينزل سريعا وينزل عاجلا إلى البركة ما تتحرك الماء، بل قال له كلمة واحدة، قال له: قم أحمل سريرك وامشي. فقام مكتوب: فحالا برع الإنسان وحمل سريره ومشى. إن كان الملاك كان ينزل أحياناً بالبركة ويحرك الماء، حبيبي ما تنسى أنه الرب يسوع المسيح ما عنده أحياناً. الرب يسوع المسيح هو لا يتغير إطلاقاً، هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد. مكتوب عنه، مكتوب بعبرانيين 1: أنت وسنوك لن تفنى. ديس هيدي صورة حلوة لخلاص الله العجيب. شخص صار له مريض 38 سنة به مرض، تخيلوا معي إنسان منه مريض، نايم، حسب حالك نايم 38 سنة، هل فيك بعد 38 سنة تقوم وتمشي؟ لا. صورة لخلاص الله العجيب،
مقعد من 38 سنة وقال له كلمة، فقام حاملا السرير ومشى. ده هيدي الصورة حلوة لخلاص الله، خلاص كامل، خلاص عجيب، خلاص مجاني. هيدا خلاص الرب يسوع المسيح المقدم إليك اليوم ومقدم إلي. بس في منظر محير، المنظر المحير هون موجود هلأ حاليا حولنا. الرب يسوع شفى الإنسان صحيح، بس شو صار بالمرضى؟ مكتوب إنه حول البركة كان في جمهور كثير، مرضى كثيرين من عرج وعمي وعصم. طب ما الرب يسوع شفى المقعد، بعدك ناطر البركة وبعدك ناطر الملاك؟ وهيدا اللي عم بيصير حاليا، الناس بعد متمسكة بالأمور المادية، بعد ناطرة المعجزات، والرب يسوع المسيح له كل مش قادر أن يشفي، وبكلمة واحدة قادر أيضا أن يخلص. منظر تاني محير هو منظر اليهود، اللي تركوا المعجز العظيم اللي عمله الرب يسوع المسيح وقعدوا متمسكين بالسبت، وكيف الرب يسوع المسيح صنع هذه المعجزة العظيمة اللي هي تالت معجزة بإنجيل يوحنا في يوم السبت. ما كانت أول مرة وما كانت آخر مرة بيشفي فيها الرب يسوع المسيح إنسان في السبت، بس ردود الأفعال بالمقطع اللي أمامنا كانت ردود أفعال قوية جداً ضد الرب بهيدا المقطع. طيب البعض قال، طيب ليه الرب يسوع ما نطر نهار؟ لك ما صار له 32 سنة مريض، طيب انطر نهار واحد شفيه، مش السبت، شفيه نهار تاني. هون الرب يسوع المسيح كان عم بيعطينا صورة روعة كيف لنقد العهد القديم وبداية العهد الجديد. هيدا الإنسان المقعد صورة للعهد القديم، العهد العتيق اللي علامته نهار السبت، بس الإنسان اللي قام وحمل السرير ومشى في يوم السبت صورة للنقد لنقد العهد القديم وبداية العهد الجديد اللي أساسه مش السبت ولكن اللي أساسه النعمة. يا أحبة رح أختم بهالفكرة. إذا بتقروا دايماً لما كان الرب يسوع يشفي نهار السبت دايماً في ردود أفعال، والردود الأفعال كانت بحسب طابع الإنجيل، وهم بنشوف وحي الكتاب المقدس وعصمة الإنجيل. ردود الأفعال لما كان الرب يسوع المسيح يشفي بأناجيل أخرى كانت بحسب طابع الإنجيل، لأنه متى بيحكي عن المسيح كالملك، مرقس كالعبد أو الخادم أو النبي، والبشير لوقا بيحكي عنه كالكاهن العطوف. بس لأنه بإنجيل يوحنا المسيح يسوع له مجد أعظم، له مجد أسمى، شو قال؟ شو كانت ردة فعل المسيح لما واجهه؟ قال له أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، لأنه طابع الإنجيل، إنجيل يوحنا هو إنجيل ابن الله لإله كل المجد. خلينا نختم الاجتماع بكلمة صلاة. نشكرك يا ربنا يسوع لأنه فعلاً لكل كمال رأيت حداً، أما وصيتك فواسعة جداً. نشكرك من أجل العبارة اللي بتقول لأبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. نشكرك لأنه أنت ما زلت تعمل ولن تهدأ حتى تتمم الأمر. نشكرك يا رب يسوع لأنه قمت بأعظم عمل على الصليب. نشكرك أيضاً لأنك أنت حي من أجلنا. يا رب بهيدا نهار عيد الأم نتذكر محبتك المضحية إلنا، وبنقول لك يا رب أعنا أن نتمثل بشخصك مثل ما أنت أحببت ومثل ما أنت ضحيت. علمنا أيضا أن نكون نحن أيضا بدورنا نضحي ونحب كما أنت أحببت، ولك كل المجد. آمين.